ألف تحية إليكم جميعا أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حال الأمة. في هذه الحلقة الجديدة لهذا الأسبوع نتنقل بين محاور ثلاثة مرتبطة ارتباطا وثيقا داخليا إقليميا وحتى في الشفرة الخارجية، عانيت مصر سوريا ولبنان. ماذا يجري في المعارضة السورية؟ ماذا يجري حتى في القراءات السياسية؟ لماذا استخدم الرئيس بشار الأسد عبارة لو كنت أعلم حول الطائرة التركية؟ مغازلة لمن؟ لماذا انفرط عقد المعارضة بهذا الحد؟ وصل الأمر إلى حد التضارب بالأيدي في القاهرة بالأمس، ناهيك عن الملفات الداخلية اللبنانية التي إن دلت على شيء لا تدل سوى عن التقاطعات الخارجية والذبذبات الآتية إلينا. في كل هذه الملفات أقرأ مع رئيس المركز العربي والدولي للتواصل والتضامن تحديدا، كل الدول العربية تحاول أن تقطف ذهرات هذا الربيع، وحدها الجزائر غدا على موعد حقيقي. أترك للأستاذ معن بشور كل التفاصيل. بداية أهلا بك أستاذ معن، ستجيد التنقل حتما على كل هذه الأوتار، ولكن معك طبعا للجزائر خصوصية خاصة عندك كمان تحديدا. يعني غدا هو ذكرى نصف قرن 50 عاما على استقلال الجزائر، وبالنسبة لجيلي نحن فتحنا عيوننا على ثورة الجزائر، وكما كتبت لصحيفة صوت الأحرار الناطقة باسم جبهة تحرير الوطن الجزائري، في الجزائر أول مظاهرات مشيت فيها كانت من أجل الجزائر، أول تبرعات تبرعت فيها كانت للثورة الجزائرية، أول رواية صغيرة كتبتها وكنت طالبا في الثانوية كانت حول الثورة الجزائرية، أول قصيدة ألقيتها ونلت عليها جائزة إلقاء الشعر كانت حول جميل أبو حيرد المناضلة الجزائرية المعروفة. لذلك الجزائر هي جزء من وعي، من تشكل وعي السياسي، وعي القومي، وبالطبع كانت هذه الثورة التي مع الأسف ككثير من إنجازاتنا جرى التفاف عليها، جرى محاصرتها، جرى كثير من التطورات في الجزائر التي أضعفت وجهها وبريقها، لكن تبقى هذه الثورة هي من الثورات التي شكلت نقطة تحول في تاريخ المنطقة والعالم، لأن الثورة الجزائرية لعبت دورا كبيرا في إنهاء مرحلة